يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا الآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تزل هذه المدينة منذ فتحها المسلمون محلا لقيادة الأمة الإسلامية وتوجيهها إلى حمل أعضاء هذه الرسالة المقدسة، ولم تزل مأوى لأفئدة المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها يجتمعون في ظلال ملاحمها الرفيعة وبابها الكبيرة وبين جبالها وغنيتها في هذا المكان الذي جاءه أبو أيوب الأنصاري الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر في داره ووصل إلى هذه الأرض الطيبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحوادر خيرهم إذانا بأنها دار الإسلام ومدينة الإسلام. ولم تزل تؤلف الرجال الأبذال الأكفاء الذين هم أهل لأن يقودوا هذا العالم الإسلامي وأن يرثوا في أراضي النبوة، ولذلك بقيت فيها أمانات النبوة شاهدة بذلك إلى اليوم. وبين أيدينا مشايخنا، وقد ذكر الإخوة جميعا والدنا المرحوم الشيخ المدينة وبكام رحمة الله عليه، وأثره في العالم الإسلامي وأثره في السعي إلى توحيد المسلمين، وما ذلك إلا نصيبه من ميراث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى أرسل المرسلين جميعا بدعوة إلى توحيدهم، إلى توحيد الله جل جلاله، إلى توحيد الكلمة واجتماعها. ولهذا قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به محمد الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقد قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعن عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه البعض وشبك بين أصابعه. وثبت فيهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده كما وسعه. وعن المسائل السنن في الحديث عن ابي حجة السواري رضي الله عنه قال: قلنا لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء تقرؤونه على كتاب الله؟ فقال: والذي فطر النسمة وبغى الحبة ما عندنا شيء نقرأه غير كتاب الله، وما في هذه الصحيفة إلا مهما آتاه الله رجلا في كتابه فأخذ صحيفة من قرى نسيبه، فإذا فيها العقل وكتاب تسيري ولا يقتل مسلم كامل، والمسلمون تتكافئ دماؤهم وهم يدعون على من سواهم ويسعى بهمتهم النار. واصل هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما. ووحدة هذه الأمة هي قوتها التي لا تقهر، وهي وحدة لا تختص بالمعاصرين. فنحن الآن اجتمعنا في مؤتمرنا هذا لنبدي أمام العالم اتحاد المسلمين على قضاياه الكبرى، اتحاد الفتنة الذين يصلون إلى البيت الحرام جميعا على نصرة هذا الدين والقيام بحقه. لكن مع ذلك لا تختص الوحدة بالمعاصرين، بل تشمل السابقين
فلما في اللغة العربية هي لنفي المعنى المنقطع ومع ذلك أنه سيلحقون. فلذلك وحدثنا هذه الآية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام الذين هم نسبتنا وقربتنا والذين سبقونا بإحسان، ووحدثنا بالذين اقتبلوا آثارهم من الباحثين. ولذلك اجتمعنا اليوم في إسطنبول لنلحق بجيش محمد الفاتح حتى يحصل لنا شرفه ولن يقتل أميره وأميرها ولن يقتل جيش جيشه. فأنتم الآن بجيش محمد الفاتح تجتمعون هنا في تحديد هذه الذكرى وتجديد هذه توحيد المسلمين على كلمة سواء في عاصمة الإسلام التي قادت الفتوح الإسلامية لمدة طويلة ومرة كبيرة من الزمن تزيد على خمسة قرون. تجتمعون هنا لإعلان أنكم تتغاضون عن كل خلافاتكم وكل مشكلاتكم وتتجاوزونها وتتقدمون عليها بعقول كبيرة وتراعون مصلحة دينكم ومصلحة أمتكم وأنها مقدمة على المصالح الخصوصية. تجتمعون بهذا الوقت العصيب الذي يشهد به العالم كله أزمات ونكبات لتعلنوا أمام العالم أنكم جميعا مرتبطون بحول الله متفقون تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله متعاونون بما بينكم على البر والتقوى وتغاضون عن كل الخلافات التي دون ذلك. وإن اجتماعكم هذا هو تجديد لهذا العهد اللازم الذي هو حق عليكم جميعا، وأنتم تمثلون بمراءكم من أمتكم. فكل إنسان منكم الآن لا يمثل نفسه وإنما يمثل من مراءه بفضل عبد القيس الذي قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار قبر ولا نصل إليك إلا بالشهر الحرام فأمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة ونأكل به المرارة. فأنتم كذلك تأكلون أمرا فصلا بمؤتمركم هذا تدخلون به الجنة إن شاء الله وتكفرون به مضرعكم وتبلغون للمنجل الشاهد والغائب. ولا شك أن اجتماعكم هذا يغيب أعداءكم وأنه لا يمكن أن يوده إلا من أحب المسلمين وأحب إعلاء كلمة الله ونصرة الدين. ويكفي هذا بغوائه مجرد أن يحصل الغيب لأعداء الله وللمتربصين بدين الله وأن يروا المسلمين يجتمعون على كلمة سواء بعاصمة الإسلام يريدون توحيد كلمتهم يريدون توحيد قوتهم الاقتصادية يريدون توحيد رقابتهم يريدون توحيد جهودهم في مختلف المجالات فهذا وحده نجاح لهذا المؤتمر كامل. ثم بعد ذلك ما يترتب عليه من النتائج والتوصيات التي يسأل الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم وأن تكون مفيدة نافعة لديننا وأمتنا هي أيضا ربح زائد على أصل الاجتماع. نشكر للقائمين على هذا المؤتمر وعلى رأسهم فضيلة والدنا وشيخنا رجاء القطان ولكل الإخوة المنظمين الذين يسهرون الليل والنهار باستقبال الضيوف والقيام بإكرامهم. ونشكر لكل الإخوة المشاركين الذين جاءوا لإعلاء كلمة الله ولتوحيد المسلمين. ونشكر لدولة تركيا بقيادتها رئيسها ورئيس وزرائها ولعمدة إسطنبول على إتاحة هذه الفرصة الكريمة التي ليست أول بركات هذه العاصمة الإسلامية على المسلمين. ونسأل الله أن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا وأن يستحملنا أجمعين بطاعته ونصرة دينه وإداء كلمته وأن يجعلنا أجمعين بقرة عين رسوله صلى الله عليه وسلم. وأختم الحديث إليكم جميعا بتشريف وجوهكم بحديثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت المتصل فأحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن أمه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن القاضي بن علي بن الصباح عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي بن الفتوري عن البراء العقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن حامد بن قطع أحمد بن علي بن حجر بن عسقلاني عن إبراهيم التروبي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن المقطع عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداوري عن عبد الله بن أحمد السراسي عن محمد بن يوسف بن مطر بن جربي عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن رديس بن البخاري قال بصحيحه حدث
الحزن.